السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعرف إيه روبية نيبالية. عملة نيبال هي روبية. قدامنا زي ما انتم شايفين دي العشرة روبية لنيبال. طبعا العملة دي إصدار قديم، عملة فئة العشرة، عليها تمثال قديم زي ما انتم شايفين، تمثال البوزة أو حاجة زي كده. بعد كده عندنا عملة العشرين روبية، 20 روبية لجمهورية نيبال زي ما انت شايفين، العملة باللون البرتقالي عليها ظبيين أو غزلتين، وظهر العملة طبعا مكتوب عليها باللغة النيبالية. على الشمال رقم 20 زي ما انت شايفين، دي باللغة النيبالية 20، وعلى اليمين رقم للإنجليزي العادي. بعد كده ورقة 50 روبية عليها نمر يتوسط العملة باللون الأزرق. العملة دي إصدار سنة 2015 زي ما انت شايفين، شكل العملة من ورا مختلف تماما. عملة 50 روبية نيبالية. بعد كده باللون الأصفر ورقة 100 روبية بنك نيبال وبعض الحيوانات في وسط العملة. ثم من الخلف دي شكل العملة النيبالية، دي 100 روبية. الموضوع العملة يعني شكلها بسيط جدا، ما فيهاش علامات مائية كتير. بعد كده ورقة 500 روبية نيبالية عليها صورة نمر في وسط العملة. العملة لونها فاتح، لونها زي أصفر فاتح كده، وجبل قمة جبل في نيبال على شمال العملة. ثم بعد ذلك ورقة 1000 روبية نيبالية زي ما شايفين، يتوسط العملة فيلين كبار. دي ورقة 1000 روبية نيبالية. ومن الخلف ورقة 1000 روبية نيبالية. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الصور. شكرا ليكم جزيلا.